اسعد الله مساكم بالخير وسرور متابعينا غالين. يا هلا ومسهلا بالزوار مشتركين جدد منورين قناتكم. تغطية سريعة المركز اوتو ارت، مركز معتمد من اكسبل. هذه شركة اكسبل كثير منكم يعرفها، واللي يعرفون بالحماية والعناية راح يعرف انه هذه من اهم او اقوى الشركات. عندهم شركة اكسبل عندهم التظليل والحماية. المركز هذا معتمد من اكسبل. البنت اللي هذا اللي قدامنا عليها حمايه كامله، حتى على الشبك والنياكل هنا في حمايه. طبعا بعض الاجزاء راح يركبون عليه حمايه على حسب نوع السياره، وهنا الاطار حق النور عليه حمايه. بعض السيارات الكروم في اشياء تتركب عليه حمايه، في اشياء لا، وحمايه كامله على السياره وقص كمبيوتر. وهنا عندنا مرايه جايه كامله مركبين عليها. اكثر شيء عجبني انه يقول لك بعض الاشياء، طبعا شوفوا الكاميرات، ترى كاميرات موزعه بكل مكان علشان يكتشفون بعض الاشياء باجزاء السياره، وبنفس الوقت حمايه لسيارتك. هنا عندنا طول العمر كتابات البنتلي. بعض السيارات ما يحتاج انه يفكونها، والاغلب السيارات ما يحتاج يفكون الكتابات هذه، لانه في ناس يهمهم انه يقول ما ابغى كل شيء ينفك. الشيء الحلو اللي عجبني اكثر شيء انه حتى داخل السياره يركبون لك حمايه للتخشيب والديكور اللي هو هذا، ترى هذه عليها حمايه كامله. في ناس عنده موتر غالي او موتر غالي على قلبه يبي يحميه من جميع الاشياء عشان يطلع الموتر نظره جميع الاحوال. وهنا ما شاء الله تبارك الله الشاشه والساعات هذه كلها على حمايه، حتى هنا بعض الازرار والساعه يركبون عليها حمايه. الادق التفاصيل اللي تهمك ويهمه واللي انت خاف عليها من الخدش يركبون عليها حمايه، والتخشيب هذا كله عليه حمايه. وهنا بعد حمايه. فالحلو بالموضوع انهم يهتمون بادق التفاصيل. المرسيدس هنا عند الجوهره عليها حمايه كامله وداخلي، عليها حمايه كامله خارجيه وداخليه، والحماية حقت القزاز اللي يحميلك من ضربات الحصى وبعض الأشياء البسيطة مركبينها هنا، وفيها معالجة ذاتية. وكل الحمايات الموجودة عندهم فيها حماية ذاتية سواء الخارجية أو الداخلية. وركز معي، معالجة ذاتية للشيء البسيط مو الشيء القوي، الأشياء البسيطة. يعني شوفوا زي هذه، وبوريكم الفرشة، شوف بس يام حديد خفيفة، بس بشيء بسيط. انت لا تحس ببالك انه خلاص انا محط هذه خلاص ادخل بكل شيء خشن، لا، اشياء بسيطة معالجة ذاتية تعالج نفسه بنفسه عشان تتضح لك الرؤية. وهنا المرسيدس بعد مركبي لك حماية على التخشيب وعلى القطع هذه وعلى هذه وعلى هنا. هنا بعد تو ركبوا على سناب وصورناه لكم، وهذه كاملة عليها حماية، على الشاشة، على التخشيب، على ستارت، كل شيء يتركب عليه حمايه يقدرون يركبون عليه حمايه. ونفس الوقت التتش بالشاشه ما راح يتغير. هنا الرنج كل الاشياء الكبيره هذه زي كذا التخشيب يقدرون يركبونه لك. وهنا بعد شوفوا هذه اللي تجيك شيء الالمنيوم والتخشيب، هذه مع الوقت مفتاح يطيح، اغراض تطيح، تحميه من خدوش اللي يستخدم استخدام بره كذا، هذه يركبونه لك يحمونه لك من احسن ما يكون. اي شيء يقدرون يركبون عليه حمايه، هذه حتى هذه القطعه يقدرون يركبون عليه حمايه، الشاشه اللي هنا يركبون عليه حمايه، الاغلب اجزاء السياره الحساسه راح يركبون عليها حمايه، حتى الشاشات الخلفيه يركبون عليها، والتابلت اللي بالنص. كل شيء قابل للخدش حجمه اكبر يعني واضح راح يركبون عليه حمايه. والحين بوريكم بيركبون الباب هذا، شوف كله قص كمبيوتر. وبعدين في نقطة مهمة، في معلومة دارجة عند بعض الناس ان قصة الكمبيوتر تجي على الحاف، هذا لا ما تجي على الحاف، شوفوا في صفطة زي كذا تدخل هنا تجي كاملة. الحين بركبون على باب السواق، ما راح يفكون كتاب اللي هنا ولا راح يفكون مراية، خلاص ركبونه على نفس القطع وهي راكبة. وشوفوا هنا الإضافة الزايدة راح يدخلونه وين؟ هنا عشان يصفطونه، عشان تجيك كاملة، ما تجيك على الحفة، لا، تجيك كاملة.
وعلى مرايه كامله وعلى كروم كامل، شغل مرتب ودقيق بنفس الوقت. شوفوا زي هذا ما خلص الى الحين، شوفوا قطع بلاستيك كله زايدين. الحلو بالموضوع انه صاحب المحل انسان هاوي، انسان مهتو الشغله هذه ويحب السيارات وماخذ دورات بوريك مشاهداته، وهو اللي دايم واقف على راسه عمال. هذا ايش راح يعطيك؟ راح يعطيك الشغل 100% ولا غلطه. شوفوا ما شاء الله تبارك الله. طبعا الموتر ما جاهز، المكان رايق ودلع وديكور حلو مرتب ومتكلم، وعندهم بعد كاميرات داش كام اشكال وانواع بصور لكم. بيع وتركيب، تبي تركب عندهم تركب، تبي تشتري من عندهم تركب عند احد ثاني ما عندك اي مشكله. شوف هذه واحده من الكاميرات، طبعا هذا المكتب اول ما تدخل راح تلقى هنا حقين المبيعات المسؤولين عن الخدمات الموجوده. خليني اوريكم، انا صورتكم الكاميرات قبل شوي، خليني اوريكم بعض الانواع اللي عندهم ما شاء الله تبارك الله. اغلب انواع كاميرات الداش كام موجوده عندهم، تبي تشتري كاميرا عادي، تبي تشتري وتركب عندهم عادي، فعندهم انواع كثيره وعندهم اشياء حلوه. هذه بعض الاشياء الموجوده عندهم، بس بوريكم الشهادات حقات صاحب المحل اللي من كثر ما هو هاوي راح ياخذ دورات. شوف اكثر شيء عجبني فيه ما شاء الله تبارك الله، حريص بادق التفاصيل، وانا اقول له الحرص الكثير هذا والزايد راح يكون من صالح الزبون والعميل، انه راح يجي ينزل سيارته هنا وهو مرتاح. طبعا بعض الاشياء الموجوده عندهم يوريك، هذه الحمايه، هذا طبعا هذا وشو كبوت، ترى هذا هذا فيه الحمايه، يوريك اذا صار اذا ركب حمايه وش راح يصير، اذا مو واضح بتبين انه ما في شيء واضح، اذا انت اذا ركزت ما راح تبين انه مركب حمايه ولا لا الا من الخط هذا، فما راح يتغير اللون، ويبين لك بعد هنا اللون الاسود، وعندهم انواع واشكال كله قدام عينك، في شيء المطفي بيجيك بالشكل هذا، وفيه اللماع، وفي بعد عندهم نكشة الكربون فايبر، إذا أنت عندك موتر موستنج ولا بعض السيارات الرياضية تبي تحط على الكبوت بس نكشة حقت الكربون فايبر موجودة عندهم، وفوق كذا مع أن نكشة فيها حماية وتعالج نفسه، وهنا بعد الألوان والجلاد موجود عندهم. شوفوا إذا جيت هنا راح يشرحون لك كل شيء بالتفصيل. التظليل عندهم إذا شغل هذه بوريك النور والإضاءة وتحمل الحرارة شلون، كل الاشياء هذه واضحه لك قدام عينك. هنا الطقات اللي تجي تشتغل اذا ضرب شيء على الكبوت بيجيك بالشكل هذا، بس انا ما ودي اشغله لكم لانه صوته مزعج. السيراميك وشلون الماء ما يمسك على السيراميك، وهنا بعد يبين لك قوه تحمل الحمايه الموجوده عندهم، وكله من اكسبل، هذا تحفه اذا جيت ضروري خليهم يشغلونه لك. هذا اكثر شيء نعاني منه احنا اللي نمسك خطوط، بعضهم الله يهداه اللي يجي يتجاوز مع الكتف يرشق عليك رضا ومحوسك. خل بشغله لكم بس الصوت شوي مزعج بس تحمله، يبين لك شلون هنا في شيء عليه ستيكر، هذا عليه ستيكر زين، وهذا بدون ستيكر، اذا ما عليه ستيكر موترك راح يجيك بالشكل هذا، هذا عليه ستيكر اذا شلته ما راح يكون في شيء، تروح لمهم يفكونه ويغيرونه لك. هذه الكاميرات اللي يقول لكم 14 كاميرا بس، خلصنا بحط لكم ارقامهم وحساباتهم، وفي خصم خاص متابعيني 20%. صراحه اللي انا شفت الرجال وراعي المحل، تبي تجي تركب ركب وانت مغمض. لا تنساني يا حبيب رشة عطر لايك على السريع، ارقامهم وحساباتهم كلها تحت بالوصف. فمان الله وبحفظ الكريم.